صعوبتي الوحيدة اللي كنت نلقاها هي نظرة ممكن نظرة كره واحتقار إلى ناس أنا في حقيقتي نحبهم برشا، كضابطة صهيونية تغزر السجينة في سجن الدامون. سجن الدامون مو سجن للبشر، انت حيوانة. دور الضابطة رشايل كما قلت أنت دور مهوش سهل بالكل، دور ممكن باش يعمل لي شوية مشاكل في الشارع، لأنه فما ناس مازالت ما تفرقش بين الحقيقة والفيكسيون. دور الضابطة رشايل كان يستحق تحذير ممكن لشوية لهجة، خاطر كانت اللهجة مش تونسية وماهيش عربية، معناتها يلزم نكسروا شوية اللهجة، كأني عبرية نحكي بالعربي.